إخوتي وأخواتي، مرحبا بكم في هذه الحلقة لنستكمل ما كنا بدأناه في الحلقات الماضية، وتكلمنا كيف أن لعمر دور كبير، أي عمر بن الخطاب كان له دور كبير في قصة الحجاب وقصة إسدال الرداء على المرأة، بينما أن الله في كل الآيات القرآنية حتى عند خلق آدم كما قلت لكم من قبل لم يفرق بين ذكر أو أنثى، حتى في آيات القرآن ليس هناك تفرقة بين ذكر أو أنثى، وقلت أيضا أنه ليس هناك تفريق أو فصل قهري بين رجل وامرأة بحجة ما يعرف بدويا بعزل النساء عن الرجال، حتى أن الشطط وصل بكثير، بل ما هو أكثر من ذلك بكثير من الناس، وما زال يطبق حتى الآن أن تدفن المرأة بعيدا عن الرجل حتى وهن وهم عظاما نخرة. هذه أيضا من الشطحات التي يتحفظ فيها المجتمع ويلبسها في الدين أو يعطي لها شكلا شرعيا، ويقول أن الدين فصل بين الرجال والنساء، ويومها استدليت بالآية الكريمة التي قالت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وما الآية، وهذه الآية تعني معنى الولاية، كيف تكون الولاية بين الرجل والمرأة، وما تستتبعه الولاية من خروج وصفور وتعامل وأخذ ورد، ربما يكون فيها حاجز الاحتشام النفسي والعقلي والبصري على مستوى البصر والأخلاقي، ثم أخيرا ما حشمة الملبس، وهي مطالب بها الرجل قبل المرأة حشمة الملبس، وقبل ذلك وبعده حشمة البصر. الإنسان حينما امرأة تجلس إلى رجل أن تحتشم في بصرها إليه، أو تغض من البصر، لا تغضه كاملا ولكن منه، وكذلك الرجل يغض بصره من المرأة، أي يقلل رؤيته الواعية لها، وهي أيضا تقلل رؤيتها الواعية له. هذا يختلف تماما عن فكرة النظر والنظرة التي أتت في الأحاديث المنحولة إلى نبي الإسلام، التي تعني أن النظر إلى المرأة أو نظر الرجل إلى المرأة أو نظر المرأة إلى الرجل. كل الأحاديث تكلمت عن نظر الرجل إلى المرأة ولم تتكلم عن نظر المرأة إلى الرجل، بينما الآيات القرآنية حدثت لكل طرف التوجيه بالأمر له بشكل مباشر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، لم يقل قلوا للرجال تقول للنساء تغض من أبصارها، لأن هنا يفرق بين ذكر وأنثى في الأوامر، لا يفرق بينهما في طبيعة الأوامر، ولكن يفرق في توجيه الأمر، أن كل منهم يعطى الأمر لذاته، حتى عند الجلد يقول والسارق والسارقة فاجلدوا كل منهما 100 جلدة فاقطعوا أيديهما، وعند الزنا والزانية والزاني فاجلدوا كل منهما 100 جلدة عفوا إذا كنت قد خلطت بين الآيتين، فذاك لأن دائما في عندما يتحدث عن القضايا التي فيها حدود أو فيها تكليفات يتكلم عن المرأة بمفردها وعن الرجل بمفرده، وهنا يعطيهم صفة الذكر والأنثى، لا يعطيهم دائما في التكليفات الرجل والمرأة أو المؤمن والمؤمنة، إلا في حالات لا يجب أن نتفرع إليها الآن لأنها ليست قضيتنا، وإنما قضيتنا هي البصر والحشمة والحجاب التي نتكلم فيها هنا عن قضية عمر الذي أصبح له رأي تاريخي في قضية الساتر أو الحجاب الذي يحجب نساء النبي عن باقي المؤمنين، وهذا أمر خاص بنساء النبي، إذا أهديت له جارية أو إذا أهديت له أمة، إذا فرض عليها حجاب من القماش أو ساتر أصبحت عارف المؤمنون أنها زوجته، وبقية المؤمنين يلتزمون بأنها أصبحت أم المؤمنين. وقلنا من قبل كيف نشأت قضية أم المؤمنين، وهي المرتبة الشرفية، وهي نصف المجتمع أيضا، لا تعني نصف الآخر، تصبح زوجة الرسول
أما للرجال وليست أمة للنساء، وهي هذه الأمومة هي الغرض منها تحريم زوجة الرسول على الرجال أن تتزوجهم بعد وفاته أو بعد قبضه أو بعد استشهاده. وبالتالي هنا تصبح المرأة التي تزوجت نبي الإسلام تصبح أما للمؤمنين وليس أما للمؤمنات. لذا أن كلمة أم المؤمنين هي ليست تعريفا مطلق وليست تشريفا مطلق وليست صفة حقيقية يمكن الاعتداد بها والتبرك بها والاعتداد بها شد الاعتداد، إلا أن هناك من خالفت لقب أم المؤمنين حينما بانت عن الرسول بينونة كاملة، مثل قتيلة بنت قتيلة الكندية، هي كانت تزوجها رسول الإسلام في أواخر أيامه وبان عنها حينما استشهد الرسول المسلمين، تحولت قتيلة إلى عن الإسلام وساندت مسيلمة الكذاب، ثم هاجرت إلى الشام وتنصرت هناك، ثم تقابلت مع ابن أبي لهب، ربما هو سأتذكر اسمه لاحقا، تقابلت ابن أبي لهب وتزوجته، ثم عادت الإسلام مرة أخرى. وهنا بارتدادها أصبحت ليست أما للمؤمنين وتحولت إلى إنسان يسري عليه ما يسري على الجميع، بينما أن لقب أم المؤمنين لا يعني في حد ذاته عصمة لأي من زوجات النبي يسري عليها ما يسري على المؤمنين، بل بالعكس أن أمهات المؤمنين أو زوجات الرسول هن معرضات للعقوبة المضاعفة، حينما قال لهن القرآن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، أي بشرط التقوى أن تعمل حسابها على ألا تخالف أوامر الله ولا أوامر الرسول، ووعد اللاتي يأتون بالفاحشة منهن بضعف العذاب عما هو على المؤمنين العاديين. وبالتالي أصبح هذا اللقب تكليف لا تشريف. ننظر لزوجة الرسول كيف التزمت بهذا اللقب ولا نتعامل معها بأنها تحمل رتبة أميرية أو رتبة ملكية، فهذه الرتبة لا تعفيها لا من عذاب ولا من عقاب ولا من العقاب التاريخي حتى، ولا من العقاب الدنيوي ولا من العقاب الأخروي، بل بالعكس سوف يضاعف لها العذاب يوم القيامة إذا لم تحترم منصب أم المؤمنين. قتيلة بنت سعد الكندية قد تذكرت الآن تزوجت من عكرمة ابن أبي جهل وفي الشام، وثم ارتدت الإسلام مرة أخرى وعادت، ليس أبي لهب، عفوا إذا كنت قد خدتني الذاكرة سابقا. هنا حينما ارتدت وعادت الإسلام عادت وأصبح من حقها أن تتزوج عكرمة، وبالتالي هي لم تعد أما للمؤمنين، لأنها حينما ذهبت إلى مسيلمة وحينما ارتدت أصبحت ليست أما للمؤمنين. فقصة أمهات المؤمنين هي ليست تشريف في المطلق وليست ولكنه تكليف مضاعف وعبء شديد، ليس على الأمة أن تتحمل أما للمؤمنين تمارس رذائل أو تمارس فتن أو تمارس صنوفا من الخروج على النصوص وخروجا على النبي وخروج على الأمة، ولكن عليها أن تلتزم وتكون في أكثر حالات الالتزام، لأنها إنها أصبحت في هذا المنصب ملزمة بالاتباع أكثر وبالتقوى أكثر وبالالتزام بآيات القرآن وتعاليم الرسول أكثر وأكثر، حتى أن عقابها سوف يكون أكثر وأشد تضعيفا. قضية الساتر أو الحجاب الذي يحجب نساء النبي عن باقي المؤمنين، قلنا أنه حجاب من قماش يضع على الغرفة أو على المكان التي تجلس فيه زوجة الرسول حتى لا يراها الغير، وهو الذي تطلب من ورائه أي شيء ولكن لا تخرج للرجال.
ولا تعلمهم الدين كما كان يقال، ولا تعلمهم كيف يقضون حاجتهم أو كيف يتوضؤون أو كيف يتطهرون من الجنابة أو كيف، كما فعلت زوجة الرسول عائشة، إذ أنها كانت كأم المؤمنين مفترض أنها تتحفظ أكثر في أن تختلط بالرجال أو تتعامل معهم أو تتكلم معهم، لأن أم المؤمنين لا تطلب أي شيء بنص القرآن إلا من وراء حجاب. وهنا حينما طلب عمر فرض الحجاب أو زي الحجاب على النساء، النبي محمد رفض في البدء، ولما لم يفعل رأى عمر ذات مرة وهو في المسجد سودة، هي إحدى أمهات المؤمنين، سودة بنت زمعة، وكانت امرأة طويلة وهي ذاهبة ليلا إلى صعيد أو إلى مكان خالي لقضاء الحاجة، فقال لها: لقد عرفتك يا سودة، أي أنه اكتشفها أو عرف أنها هي الشخص الذي أشار إليه، وبالتالي فجاء الأمر بالحجاب. ورد ذلك في كتاب تاريخ عمر الصفحة 26. في حين توضح رواية أخرى بأن عمر جلس يشارك محمدا وعائشة طعامهما، فأصابت يده إصبع عائشة، فقال عمر: لو أطاع فيكن ما رأت كن عين. فجاء أمر الحجاب، هذا ورد أيضا في تاريخ عمر صفحة 26 إلى 28، وورد في كتاب ابن أبي الحديد المعتزلي الجزء السادس في الصفحة 231. هذه الرواية كمحقق تاريخي أو كمحقق ديني أكذبها تمام التكذيب، لأن زوجات الرسول أو أمهات المؤمنين لا تجلس مع محارم، أي رجل مثل عمر أنه ليس أباها وليس ليس محرما عليها، وبالتالي أصبح من غير ذي محرم، أصبح أيضا في هذه الحالة لا يمكن أن يجلس مع رسول يأكل معا وأن تكون موجودة في هذا المحضر لتأكل مع الرجال. هذه القصة لو جاءت ربما جاءت عن طريق عائشة نفسها، وهي قصة تكذبها وقائع التاريخ وتكذبها القرآن أيضا: إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكيف تجلس لتأكل مع الرجال؟ إذا كان هذا الأمر هو استثناء، لأن أنا قلت لماذا عائشة هي التي روت الحديث، لأنها دائمة الروايات، دائمة الروايات من هذا النوع الذي يصدم الآيات القرآنية ويصدم الأحاديث التي تحرم الأشياء. فأنا كمحقق أضع الواقع مع ظروف التراث الذي قرأناه، تراث الجاهلية الأولى والجاهلية الثانية، ثم مع الأحاديث النبوية، ثم مع مختلف كتب السيرة، ثم مع آيات القرآن، لأتبين مدى صحة هذا الأمر. هنا كمحقق وليس كباحث أقول أن هذه الرواية مختلقة، ووردت بالأساس لتعطي أهمية لعمر أيضا كمتنبئ، أي أنه أراد أن يطبق الحجاب فطبق، أراد أن تظهره بالشخصية الأقوى من النبي كعادات كل مرة، أنه لو كان لا أطيع في هذا الأمر ما رأت كن عين، فجاء الأمر بالحجاب، أي أن الرسول كان أقل غيرة وأقل حماسة وأقل نخوة والعياذ بالله من عمر، حيث أن عمر هو الرجل الذي أكثر غيرة على نساء النبي وعلى نساء الأمة بوجه عام. وقام قيل في روايات أخرى تمضي الدراسة تقول أن زينب هي أم المؤمنين، ربما هي زينب بنت جحش، قد عبرت عن تبرمها من عمر بسبب من تدخله في شؤونهن، فقالت له: وإنك علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتنا. جاء ذلك في تاريخ عمر في الصفحة 27، فجاءت الآية تقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ورد ذلك في سورة الأحزاب الآية ثلاثة، السورة الآية 53 عفوا. هناك ثمة مبررات تسوقها السيرة الحلبية لسبب فرض الحجاب، فقيل أن آية الحجاب تنزلت عام 9 هجرية، وذلك لما كان رجال مجتمعين لدى النبي محمد بمناسبة زواجه من زينب بنت جحش التي زوجها الله من فوق 7 سماوات، وهي الآية الوحيدة التي علمت الناس كيف كانت تنزل الآيات في أمهات المؤمنين من فوق 7 سماوات، حينما تذكر إما اسم الزوجة أو اسم الزوجة أو اسم الرجل أو اسم المرأة. وهذا عفوا هذا تفريقا لما نزل في سورة النور الآية 11، سورة التي تعرف بآيات الإفك،
هنا لم تذكر فيه عائشة ولم يذكر فيه أي لمحة عن لمحات الإفك وكيف كان، وهل هو إفك الإفك الذي تم في حق عائشة وغيرها، حتى أننا قلت أن هناك ثلاثة آيات في القرآن تمنع الرسول من اصطحاب زوجاته معه في الحروب. وبما أن وقعت حدوث، أو قلت كمحقق أن وقعت الإفك حدثت بسبب خروج عائشة مع النبي في إحدى الغزوات، أن هذه الواقعة كانت مختلقة وأنها لم تحدث بحق عائشة، لأنه ليس هناك واقع للإفك حدث بهذا الأمر، إلا أن القصة انتهت بعداء بين عائشة وعلي كي تصبح لدى عائشة بعض المبررات، أو يوجدون لها المبرر لكي تعادي علي وتحاربه في الحروب التي تمت فيما بعد فيما عرف به الفتنة الكبرى. ولما كان رجال مجتمعين لدى محمد النبي بمناسبة زواجه من زينب بنت جحش قد وردت في الآية، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هنا ذكرت الآية قصة الزواج وذكر اسم زيد، وهو رجل ليس له شأن ضخم في أو شأن كبير في الدعوة المحمدية، ومع ذلك ورد اسمه في الآية القرآنية، أي أن زيد حينما ذكر في القرآن في موضع ليس فيه إفك وليس فيه تبرئة، ومع ذلك ذكر اسمه. بينما عائشة التي أراد الله كما قيل وافتئت على التفسير أن الله أراد أن يبرئها من فوق سبع سماوات، لم يذكر اسمها في هذه الواقعة. فعلى الأقل حينما يريد الله أن يبرئها، على الأقل يشير إلى زوجة من زوجات الرسول، أو يقول امرأتك يا محمد، أو يقول أن أم المؤمنين بريئة، أو أن عائشة بريئة، لكن شيئا من هذا لم يحدث ولم يكتب. في شأن أقل من هذا وشأن زواج أو طلاق أو تطليق زينب من زيد حينما طلقها بانتهاء العشرة بينهما، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ورد الاسم حتى اسم زيد. وبعد أن انتهت الوليمة وخرج الناس، بقي رجال منهم يتبادلون أطراف الحديث. كانوا يتبادلون أطراف الحديث في بيت النبي، فخرج محمد متبرما منهم، ثم أنه جاء القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ورد ذلك في سورة الأحزاب الآية 53. وقصة فرض الحجاب لم يخرج منها عمر بدور علاقة سببية، قد تنزلت فرضية عدم الزواج من نساء محمد، وأيضا جاءت في موضع آخر قلت لكم عليه من قبل، الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هنا حينما جاءت الآية ولا تنكحوا أزواجهم من بعده، مع ذلك قال طلحة بن عبيد الله والله لو مات محمد لا تزوجن عائشة، وربما قالها قبل هذه الآية، ولا أدري لماذا نزلت الآية تؤكد مرة أخرى إلا إذا كان طلحة قد قالها هذه المقولة بعد هذه الآية، حتى تنزل الآية تؤكد مرة ثانية ليس على عدم زواج زوجات الرسول بعد وفاته، ولكن أعطتهم المنصب الشرفي المكلف وليس المشرف، المكلف بالتكليف وليس المشرف، بمعنى أنه له تبعات وله صلاحيات تقوم بها زوجة الرسول لكي تبوء بهذا المنصب وتكون بقدره وبقدر احترامه وتكون على مرتبته وعلى منزلته، وهو منصب أم المؤمنين، ولذلك جاءت الآية لتعطيهن منصب أمهات المؤمنين. فالأم لا تواقع، والأم لا تتزوج ابنها، والأم تحرم على ابنها، حتى أن الدين قد حرم الظهار وحرم
الذي يطلق امرأته بتعليقا قوله إن أنت علي كظهر أمي، فحتى أن الأم هنا لقداستها هي محرمة بالزواج، فوضعت زوجات الرسول في وضع أمهات الرجال من المؤمنين. في ومع ذلك حدث ما حدث فيما قلته لكم من ملابسات عن كندة بنت قيس، أن كندة قتيلة بنت قيس الكندية، كانت قتيلة، قيل أنها، عفوا إذا كنت أخطأت في الاسم في هذه المرة، أن قتيلة أو قتيلة كما يطلق عليها على اختلاف القراءات، هي أيضا حينما قيل أنها تزوجت، قيل أنها لم تكن زوجة للرسول، وقيل أنها لم يتم الزواج، ولكن أغلب الروايات التي تؤكد أن الزواج قد تم وقد كتب عليها الرسول حتى ولو لم يدخل بها، ولكن كان الدخول كان مؤقتا لفترة معينة مرض فيها الرسول، بيد أنه قد تعرض لحادث التسمم الذي أشرنا إليه واستشهد بعده، فبان عنها أو مات عنها وهي زوجته وهي على ذمته وأصبحت أما للمؤمنين، ولكنها لم تعترف أو لم تحترم أو لم ترى في نفسها أما للمؤمنين، فتنازلت عن هذا المنصب وذهبت إلى مسيلمة وارتدت، ثم ذهبت إلى الشام وقابلت عكرمة بن أبي جهل وتزوجت منه وعادت الإسلام مرة أخرى، ولكنها عادت كإحدى نساء المسلمين ولكن ليست كأم للمؤمنين، فليس هذا اللقب لقب يلازم المرأة، لقب ملكي لا ينزع منها أو جنسية لا تمنح، ولا حتى أن الجنسية تمنح وتمنع وتسقط بقواعد قانونية، كذلك لقب أم المؤمنين ينزع بالبينونة وبالطلاق إذا تنازلت عنه أم المؤمنين بأن خالفت آيات القرآن وارتدت عن الدين أو خرجت عن آيات القرآن أو حاربت أو نشرت فتن أو خالفت وصايا الرسول وخالفت الأحاديث النبوية التي قالت إن المرأة من كن أي نساء النبي قال لهن في الحديث إذا صلت فرضها وحفظت فرجها ولزمت حصيرة بيتها كانت معي في الجنة. الآية القرآنية تقول ما يقرب من ذلك وبدقة أشد أيضا، حينما قالت لهن لنساء النبي فقط دون نساء المؤمنين وقرن في بيوتكن، أي استقرارا، أي عدم الخروج، أي عدم الكلام، عدم الاختلاط بالرجال، عدم المشاركة في القضايا العامة، عدم المشاركة في كل شيء من عموم المؤمنين، عدم المشاركة في الحروب، عدم المشاركة في دروس الفقه والتوعية والتدريس، في إلقاء الأحاديث أو في حتى الإصلاح ذات البين بين متنازعين، فهذه ليست وظيفة أم المؤمنين وليست وظيفة زوجة سابقة للرسول، فعليها أن تقر في بيتها وتنتظر أن يجمعها الله به في الجنة كما وعدها في الحديث وكما وعدتها آيات القرآن، وقالت لهن لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فهنا بشرط التقوى كان لابد أن تحتفظ هنا بمنصب أم المؤمنين وبمنصب المؤمنة أو بلقب المؤمنة، وتحتفظ أيضا بموقعها من الرسول في الدنيا وموقعها منه في الآخرة أن تكون ملازمة له وتكون معه في الجنة. هذه الشروط من خالفتها مهما كان اسمها ومهما كان منصبها ومهما كان درجة قرابتها بكبار الرموز الكبرى في الحركة الإسلامية، هذا لا يعفيها وهذا لا يعطي لها صكا عند الله بالعفو أو بالتنازل عن هذه الأمور، أن الله لا يحابيها ولا يعطيها فرصة أن تتميز به عن غيره، وإلا تساوت ما فعلته إحدى زوجات الرسول بزوجات الأخريات اللائي سمعنا كلام الله وكلام الرسول
وقد التزمنا بكل نصوص الدين. فهنا من لا تلتزم هي إذا عفى عنها الله أو إذا ساواها بمن التزمت، هنا يكون هناك خلل، وهو أمر نجل الله أن يقوم به مراعاة أو محاباة لأي من زوجات الرسول، أن يساوي بين من يخطئ ومن لا يخطئ، بين من يصيب ومن لا يصيب، وأيضا أو حتى من يحاول الاجتهاد في نص قد فرضه الله عليه حينما قال لأمهات المؤمنين أن يقرن في بيوتهن ولا يخرجن حتى ولو للإصلاح بين المسلمين. فهذه ليست وظيفة أم المؤمنين. قصة فرض الحجاب لم يخرج منها عمر، فقد تنزلت فرضية عدم الزواج من نساء الرسول بعد وفاته في طلحة بن الزبير، وهذا الأمر الذي قلت لكم من قبل، الذي قال يتزوج محمد بنات عمنا ويحجبهن عننا أو يحجبهن عنا، لإن مات لتزوجن عائشة من بعده. والصيغة الثانية أن طلحة قال ما الذي يغنيه حجابهن اليوم وسيموت غدا فننكحهن، أي ماذا كسب محمد بأن فرض حجاب على زوجاته وغدا بعد أن يموت سوف نتزوجهم. ورد ذلك في السيرة الحلبية في الجزء الأول في الصفحة 48، وابن أبي الحديد المعتزلي الجزء الأول في الصفحات 144 و145. هناك من يشكك في هذه الرواية من منطلق أن طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة حسب المأثور الإسلامي السني، أن محمدا قد سماه طلحة الخير، ولو علمتم ما فعله طلحة فيما بعد ستجدون خيرا كثيرا سوف تعلمونه، وسوف أمر عليه ربما في الحلقة القادمة، فقد ما تبقى من وقت لا يكفي، ولكن يكفي أن أقول لكم أن العبرة بالخواتيم وليست بصكوك الغفران التي تسمى بالمبشرين بالجنة، فلا يبشر أحد بالجنة ولا يبشر أحد بالنار إلا بنص قرآني، والنص القرآني قد بشر جميع المؤمنين الذين عملوا الصالحات والذين آمنوا والذين صبروا والذين اتقوا بالجنة، كل المؤمنين مبشرون بالجنة دون تحديد أسماء. إذا حددنا أسماء فهنا قد دخلنا في صك الغفران، ولكن هناك استثناءات، الاستثناءات فقط عندما يعرف بالناس المضمون خواتيم أعمالهم لأنهم أولياء المعصومون. الأولياء المعصومون هذه قضية كبيرة كان نتعرض لها حينما يقال في بداية الأمر أن الحسين سيد شباب أهل الجنة أو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومع ذلك لم يرد اسمهما في صك الغفران المعروف بالعشر المبشرين بالجنة، إذ أنهما لم يرد رغم أن الحديث قد بشرهما بالجنة. هل لأنهما كانوا صغير السن في هذا الوقت فالجنة لا تعترف إلا بالكبار فقط؟ ربما، ولكن سوف نعود لقصة التبشير بالجنة. قلت أنا في بحثي آخر مجادلات مع أهل القرآن وتحت الطبع، قال مفسرون على لسانهم أن القرآن قد بشر الجميع بالجنة في حدود شروط معينة، وبشر الذين آمنوا وبشر الصابرين، هذا ما قلت لكم من قبل، وهكذا آيات كثيرة أخرى وشروطها تمتد حتى نهاية حياة الإنسان وليس سق غفران قبل موته كما روت الروايات، وأصبح بمثابة العقيدة أو الدجمة لدى المسلمين، العقيدة الجامدة أن فلان مبشر بالجنة، إذا نقص عليها أفعاله، كلما فعل فعلة تورده النار نقول مستحيل أن يدخل النار لأنه مبشر بالجنة، لا ننظر لما فعل ولكن ننظر إلى العائق الفكري الذي يقول أن هذا الرجل مضمونة نهايته أنه في الجنة. سمي طلحة بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الغياض، كما أطلق عليه وعلى الزبير حواريه، أو قال أن طلحة والزبير حوارية كحواري المسيح. هل النبي لم يعرف أن يختار أصحابه الذين سوف يحاربون أبناء عمه بعد وفاته، بل يحاربون إمام أمته الذي نصبه إماما في بيعة الغدير، والرجل الذي كان القرآن معه وهو مع القرآن وهو عدل القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض هو أيضا، وكان مهبط التأويل ومهبط التفسير ومهبط العلم وهو مدينة العلم، وهو أيضا الرجل الذي يعرف بالحق والحق يعرف به،
كما قلنا من قبل، كل هذا هو إمام الأمة، وهو الوصي، وهو الولي، وهو الخليفة، الرجل الذي يذاع اسمه في الأذان ويقال أشهد أن عليا ولي الله حتى تم منعه فيما بعد. هذا الرجل جاءت بعد بيعة الغدير أصبح وليا للمؤمنين رسميا، ودخل حتى عمر بن الخطاب في حديث البخبخة حينما قال له بخ بخ يا ابن أبي طالب، لقد أصبحت وأمسيت ولي ولي كل مؤمن منذ هذا اليوم. إذن هذا أمر متفق عليه، كيف يحارب الزبير وطلحة إمام زمانه الذي قيل فيه أيضا في الأحاديث النبوية من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومن قيل فيه أيضا في خطبة الوداع في حجة أو حتى في خطبة الغدير حينما قال اللهم عادي من عاداه ووالي من ولاه واخذل من خذله وانصر من نصره. كيف يعادي طلحة والزبير عمر ويصبح من أعداء الله ويصبح أعداء الله مكانهم في الجنة؟ هذا أمر محير سوف أتناوله معكم في حلقات قادمة، كيف يقول عنهم الرسول أنهم حواري كحواري المسيح؟ هل كان لا يعلم الرسول المستقبل وما كان سوف يكون من خواتيم ونهايات طلحة والزبير مع الإمام علي؟ هذه أمور حتى يتهمون الرسول بأنه لا يعلم أو يتكلم والعياذ بالله بجهالة أنه لا يعلم بالمستقبل أن هؤلاء سوف، بل أن حتى الزبير كان بالفعل من حواري الرسول ومن حواري الإمام علي، ولكنه انقلب على الإمام علي فيما بعد نتيجة أن هناك ابن كابن نوح كان عمل غير صالح، هو عبد الله الذي أتى من زواج المتعة بين أسماء وبين الزبير. هذا الولد الذي قلب أباه رأسا على عقب حينما حوله من حواري للإمام علي إلى محارب وحربة في ظهر الإسلام حينما حاربه في موقعة الجمل وهلك كما هلك الجميع. كيف يكون هذا الأمر الذي يأتون به من السيرة لا يقف عنده محقق أو باحث منصف، ولكن دائما هي شعارات أن هذا من أهل الجنة يمنعك حتى من نقده، بل يمنعك أيضا من تتبع أعماله. يريدون أن يدلسوا التاريخ، ولكن الأمور لا تسير كما كانوا يتوقعون، لأن هناك من يطرح القداسة عن هذه الأمور ويتعامل معها كتعامل فردي. من يستحق التكريم فهو مكرم، ومن يستحق الإهانة فهو ملعون في الدنيا وفي الآخرة. هنا نقلت السيرة المعتمدة أن السيرة الحربية قالت أن ثمة شخص آخر بنفس الاسم يدعى طلحة ابن عبد الله التيمي وليس طلحة بن وهي، كلها محاولات لتبرئة طلحة الذي سافر مع عائشة لمدة شهر في طريقهم إلى البصرة لمحاربة الإمام علي، وهنا قد ارتكب هما الاثنين مخالفات كثيرة لآيات القرآن. هي خالفت قرن في بيوتكن، وخالفت ولا تقربوا الزنا، وخالفت اجتنبوا الفواحش، وهو قد خالف الاثنين الأخيرتين ولا تقربوا الزنا واجتنبوا الفواحش، حتى ولو لم يقع في الزنا ولا في الفاحشة، وهو أمر صعب على البشر، ولكن إذا حدث ذلك فيكفي أنهما قد خالفا، أي أنها أصرت على أن تخالف الآية القرآنية وقرن في بيتكن على الأقل، وهو أيضا قد ارتضى بأن لا تقر هي في بيتها بدلا من أن ينصحها، ورضي معها أن يقترب من الزنا وأن ألا يجتنب الفواحش. في الحلقة القادمة نتكلم عن مشكلة عمر مع نصر بن حجاج السلمي، الرجل ذو الشعر الجميل والوجه الفوتوجينيك كما نقول في عصرنا، الذي صادره عمر أو نفاه إلى غير رجع من إلى بلاد بعيدة حتى لا يفتن المؤمنات، وهذا أمر أيضا يشابه ما كان يفعله بولس في وقته، سوف نتعرض له في الحلقة القادمة. أراكم على خير، وأستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام من الله ورحمة.